مهمة ومميزة جدا يا بوب، وخصوصا ان اللي هنسمعه هنا صعب نسمعه في اي حتة تانية، ولا ايه؟ حبيبي يا ايمن، لكن انت عارف ان احنا يمكن في الوقت ده مش هنجتهد قوي، لان انت عارف ان احنا في اجتماع مجلس ادارة مهم جدا هيكون يوم الخميس، اكيد في معلومات واكيد في كلام كتير، لكن دايما بنستنى نشوف ايه الاجراءات، ايه اللي هيتم اتخاذه في الفترة الجاية، لان كان في مكالمة مهمة جدا طبعا عملها الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ على شاشة قناة النادي الاهلي، واتحطت يعني النقاط فوق الحروف، وان شاء الله في اجتماع الخميس المقبل هتكون في قرارات بشكل مرضي وبشكل كبير لمصلحة الكيان الكبير. اكيد ده شيء مهم جدا، وخصوصا بعد ما النادي الاهلي للاسف خسر بطوله دوري ابطال افريقيا والموسم الثاني على التوالي، ودي حاجه صعبه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيسعى دايما لتحقيق هذا اللقب الاهم بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه في كل مكان، وده شيء طبيعي ومهم جدا بخلاف مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وطبعا بتبقى الهدف الاساسي فيها هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن لسه النادي الاهلي محتاج بعض المقومات الفنيه كمان بالتحديد يا بوب خلال الفتره الجايه عشان يقدر ينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا القادمه، واللي هتكون في فتره صغيره جدا، لكن مهم جدا ان احنا نطمن كل جمهور النادي الاهلي ان هيكون في شغل كبير جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيكون خلال المرحله الجايه المقبله، وزي ما قال استاذ ايهاب الخطيب كده ان في اجتماع هيكون هام جدا يوم الخميس من خلاله هيتم تحديد حاجات كتير جدا، وهيكون في اعلان عن هذه القرارات الهامه اللي بتخص فريق او قطاع الكوره بشكل عام خلال المرحله المقبله يا استاذ ايهاب. أمير، أكيد عايزين نوضح للناس إن مجلس الإدارة ولجنة الكرة مش شغالين النهاردة ولا شغالين بعد النتيجة، ولا لما الكابتن محمود الخطيب قال إن كده كده حتى لو الفريق كان جاب البطولة الأفريقية كان في بعض التعديلات، أكيد يا أمير شغالين من بدري في بعض الأمور اللي إحنا في غنى عن إعلانها في هذا التوقيت إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة هيكون فيه. قلت في الحلقة اللي فاتت وقلت يوم السبت تحديدا كل اللي بتفكروا فيه، قلت الجملة دي بالنص، قلت لكل جماهير النادي الأهلي كل اللي بتفكروا فيه وبيدور في أذهانكم على طاولة مجلس الإدارة، حتى في كومنتات قال لك احنا مش عايزين على الطاولة، احنا عايزين قرارات. القرارات دخل قالها بعد كده كابتن محمود الخطيب وقال ان كل الأمور دي معروفة ومتشافة بشكل كويس وفيها قرارات في الفترة اللي جاية، واعتقد كانت الرسالة موجزة جدا وموضحة كل شيء يا أمير.